السؤال الأول، وينه الحفظة؟ صفى منه ها؟ ما اشتغل. وينه الحفظة؟ نحنا إبراهيم منه؟ محمد خوجة وينه؟ مرحبا. هلا بيجي. طيب نحنا حسهل عليكم السؤال. جزء 13 في سورة فيها آية كررت فيها كلمة قل 5 مرات. ما هي هذه السورة أولا؟ السؤال الأول. ما هي هذه السورة التي تكرر فيها كلمة قل 5 مرات؟ احنا مبارح جبنا سؤال بجزء 12 في سورة تكررت فيها 16 ميم بالآية. انتبهنا، هي سورة هود مرقت مبارح وذكرنا الآية. قيل اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم. الآن في سورة عندنا بالجزء 13 اللي سمعناه مبارح تكررت فيها كلمة قل 5 مرات. نعم ابني. نعم نعم نعم, نعم. إبراهيم. لا خطأ. عاد خطأ. يوسف. لا لا لا، أنا أقول جزء 13 فوز ب 12. يوسف. لا نحن الغاية نتعلم الأخي. نعم ابني. لا 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 لا، مين اللي قال؟ طيب اللي عيد شو قلت؟ رعد؟ عاد. لا خطأ. غيره؟ بدي واحد ما جاوب. نور؟ الرعد جيد. 10 ليرات لنور، هلا بنعطيك اياها، بعتنا نصرف المية. طيب خالصين هلا؟ ننتقل. ما هي الآية مصطفى؟ ما هي الآية في سورة الرعد التي تكررت فيها؟ روح لعند السواس. تكررت فيها كلمة قل 5 مرات. ما في غيرك من الحفظة هون إبراهيم. تمام شيخي، الآية اللي تكررت فيها قل؟ إيه 5 مرات. آية واحدة؟ آية واحدة. وبداية قل. وبداية قل. وبسورة الرعد. برجيني إمتى؟ قل مرة في السماوات. إيه صحيح. كمل لي إياها. هي أول قل. مرة في السماوات والأرض كلها. أنت نقلته إياها كأنك. أول قل. نعم. نعم. والله ما عم بتطلع. كمل. قل من رب السماوات والأرض. قل الله. قل الله. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا. قل إيه؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعل الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق. خلصنا من السؤال أول. طيب هلا إلك 10. بعتنا يسوف. إذا حب حدا بيحب يساهم، نحن كل يوم عم نوزع 100 ليرة، إذا حدا بيحب يساهم، في واحد من الموجودين فتح الباب علينا، ما عاد نقدر نسكره، بدنا نكمل للأخير. إذا حدا بيحب يساهم يقول مثلا هاليوم عليه، هاليومين عليه، نحن ما بنقول له لا. طيب، في سؤال ثاني. آخر آية، لا ما راح أقول آخر آية. في آية، هناك آية نزلت، نحن الآن في أيام الحج، مو يعني بلشنا نحكي بالحج. في آية نزلت طبعا برفع الإيد في عرفات. الجزء 13؟ ما بدي أختلف بجزء 13، أنا أقول لي شو هي الآية. لا في آية نزل، هناك آية نزلت في عرفات وهي آية كثير مهمة. تفضل. اليوم أتممت لكم دينكم. قوم من قدام أبوك، أنت كل المعلومات عم تاخذها من أبوك. اليوم تكرم عيونك. اليوم أكملت لكم دينكم. طيب نزلت وتوفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم يوم؟ يوم؟ لا ما لك عرفات حج النبي عليه الصلاة والسلام. 43. لا يعني نزلت في عرفات ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد كذا يوم. لا لا اللي بدي بس عدد الأيام. إذا النساء نحن يعني بتخبرني الحجة إمتى مين؟ أسبوع. أتوسع شوي. سنة. لا. تعا يا محمد. في آية نزلت في عرفات.
حذر الآية محمد الرفاعي: اليوم أكملت لكم دينكم. إما أن أقول لك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم، أو أقول لك توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها بكذا. كم يوم؟ 60. بحبوحنا شوي، بحبوحنا شوي. أنت 40. أقول لك 60، بحبوحنا شوي. 65. واحد يلي ما بيعرف أنا حجاوب. نعم 90. 75. طيب حنسأل مصطفى. مصطفى هلا دخل. مصطفى، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، وتوفي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد النزول، يا نزلت في عرفات، بكم؟ 75. بكم ابني؟ اليوم أكملت لكم دينكم، نزل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات، نزلت بكذا. تعال فاعل، تعال نور، تعال إبراهيم. أنا بس يخلصوا من وقف. 75. باليمين ابني. تعال إبراهيم. فاتح. لا انت ابني صغير. لا ابراهيم. مصطفى ما عرفت، انا اللي حجاوب. 81 يوم. وقال حبر من احبار اليهود: لو علينا هذه الايه نزلت. شوفوا يا جماعه انتبهوا لهالكلام. لو علينا هذه الايه، هذه الايه نزلت، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وبيجي واحد بده يقول بدي يغير دين وبدي كذا والاسلام بدنا نطوره، بدنا لك يا أخي ديننا كامل، عزنا في ديننا، اليوم أكملت لكم دينكم. طيب في سؤال ثاني، في سؤال ثاني. النبي عليه الصلاة والسلام كم ولد من الذكور له وكم ولد من الإناث مع التعداد؟ مع التعداد بدك تقول لي مين؟ نعم بدون عشرة. خذ شوف عطيها تفضل الى النساء. نهاد شيخي، ثلاث اولاد واربع. ثلاث اولاد ذكور واربع بنات. طيب من هو اسماء الذكور؟ القاسم. القاسم الله ابراهيم. ثلاثه من زوجه واحده لما من اكثر من ابراهيم من ماريا القبطيه. جيد. وابراهيم من ماريا القبطيه وعبد الله والقاسم. عبد الله والقاسم من ستة خديجة. الباب يطرق. افتح وسيم، افتح وسيم. من السيدة خديجة. جيد. والبنات؟ أم كلثوم، رقية، زينب، عائشة. ممتاز. وهي عشر ليرات. لا لا لا، هو خربط، هو خربط خربط. ايه فاطمة. لأنه طيب سلالة النبي عليه الصلاة والسلام من أي بنت؟ نعم يا حجة. تفضل. سلالة النبي عليه الصلاة والسلام من أي بنت؟ من رقية، من أم كلثوم، من زينب، من فاطمة. لا بدي واحد ما جاوب. فاتح. فاطمة. الله له حكمة، ما جاب ذرية من أولاد النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يصير خلاف، وفقط من السيدة فاطمة ذرية النبي عليه الصلاة والسلام والحسن والحسين. ومع هيك اجوا بقى ميزوا الحسن، ميزوا الحسين على الحسن. تعال فاتح. وسيم. وسيم. شوف شو بدهم. 10. سيدي لهم علينا حق كمان. عم يجاوبوا الحجة امتى مين؟ 20. ذكرت 10. 10 خذ. طيب حنسأل سؤال ثاني. الذكرين. هذا كمان للحفاظ. يا جماعة في صحابي الوحيد، صحابي الوحيد اللي ورد ذكره في القرآن الكريم. صحابي. شو؟ حجي لا تجاوب رأيي. اللي جاب حمزة أول شيء. شو اللي بيقول بتلزي؟ شو؟ مين هو؟ أبو جاد. هان؟ تعال عندي ابني، تعال. 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 تعال لهون. في صحابي
الله عز وجل ذكره، هو الوحيد اللي ذكره في القرآن، مين هو؟ طيب تقدر تقول لي الآية اللي ذكره فيها؟ طيب تقدر تقول لي السورة؟ شيخ انت شو اسمك؟ شانك حظ. طيب تقدر تقول لي الآية؟ طيب مين طيب خذ مين بيقول لي الآية؟ لا بدي واحد ما جاوب احبابنا، تفضل. فلما راح السؤال على اللي جاوب عشان ما حدا يجاوب، راح السؤال على اللي جاوب وعلى اللي كان بده يجاوب. ابدي نحن بتقعد بأرضان، عد بأرضك، ارجع لورا. وسيم هاي اذكر لي الآية وقول لي بأني سورة، هاي دمش سؤالين سؤال واحد. شيخ الآية فلما قضى زيد كمل. فلما قضى زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون. طيب في أي سورة؟ أحزاب. مين كان آخر شيء هون؟ تعال عندي. عطيته 10. طيب خود هاي 20 بس بتعطي عمك 10. خود يلا. هذاك اليوم عم يقول لي، قال لي أنا طلع لي 20 بس أخذهم عمي مني. لا شيخ. لا بأس أخذ عمي. يا شيخ. يا شيخ. إيه. مين التوجيه؟ زينب. ما ضل 10. عندنا بتخلي كل الشباب. إيه. إيه. أنا فكرتك عم تسألني. مالك عايز لعندو. نعم. طيب. الله شو في عنا بيه هيك معاني طيبة. خلص العشر دقايق خلصوا، شوف لي اياهم شيخ 12 دقيقة بكفي بكفي وخلصوا الميت ليلة اللي معنا. بس حط لك الواحد نقطة، احنا بكرة بعد العيد بدنا نوزع يعني هيك شو ديربي وشغلات وأكلات شغلات ينبسط فيها الولد بالعيد، منوزعها بعد صلاة العيد مباشرة، فهي النقاط مشانها. وهلا برانية يعني هذول مثل ما بيقولوا، الله يسلمكم يا رب، والغاية انه الطالب يتعلم الفاتحة.